إذا رأيتم أن المحتوى هاتف وينتفع به الناس فالمرجو تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. نقول شي حاجة اللي قريبة لكم بزاف. المونديال ديال قطر نوفمبر ديسمبر 2022، الناس جندوا نفوسهم باش يبيعوا ويشريوا، وناس جندوا نفوسهم باش يدبروا على خدمة. ايربورت ذيس واي، ايربورت ذيس واي، عقلتوا عليه؟ هذاك دبر على خدمة، أن يوقف ويقول عباد الله ايربورت ذيس واي. جاب لي الله خدي واحد اخر خدم قال غنبيع الزريعه، واحد قال شنو الفرقه اللي تكاليفيات الويتيه من بيع الكاشكولات ديالها، والناس قلبوا على ريوسهم. وحدين اخرين قبال ملي الله تعطى المونديال لقطر وعرفوا راه قطر هي اللي غادي تنظم المونديال، ناضوا عباد الله تجمعوا مع بعضياتهم، قال لك اودي هذا مؤتمر كاس العالم، هما ما شافوش انه لقاء ديال المشجعين من دول العالم المختلفه، قال لك هذا مؤتمر يجتمع اليه الناس من كل دول العالم، كيف نعرض عليهم الإسلام؟ بروجي، مشروع، كيف نعرض عليهم الإسلام؟ قال لك غادي يجيو ناس من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، شنو هما اللغات اللي غادي نحتاجوهم؟ وبداو تيكونوا في الناس اللي عندهم الحد الأدنى ديال المعلومات الشرعية اللي غادي يبغيو يبريزونطيو بها الإسلام، بداو تيكونوهم في اللغة. تيقول لك مدة سنتين كافية جدا باش واحد الإنسان يتعلم واحد اللغة. الاصل في هذا زيد بن ثابت، سيدنا زيد بن ثابت النبي عليه الصلاه والسلام هاجر المدينه المنوره، دارها شكون اللي شاد السوق؟ شكون اللي شاد المارشي؟ شادين اليهود كيكتبوا بالعبرانيه، قال لي يا زيد تعلم العبرانيه، فاتقنها في اسبوعين، حيت ماشي غير تيتعلمها باش يبريكولي ولا باش يتلاقى مع عباد الله يشاطي معاهم ما كاين ما يداه، تيتعلمها لانه بالنسبه ليه هو الرقم الصعب في الاسلام في ديك اللحظه، هو اللي غيكون الساروت باش المارشي ما يبقاش عند اليهود والمسلمين هما اللي يشدوه، لأن المال عصب الحياة. لكن ما يمكنش الشاب منقطع عن أصوله وعن هويته تعول عليه أنه يحس بالانتماء ويدير شي حاجة. القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري.